تحظى رياضة التايكواندو بشعبية كبيرة في مدينة سيئول، خاصة في أوساط الشباب، فما بين حركاتها الرشيقة وفنونها القتالية تجذب هذه الرياضة العديد من الممارسين الذين يطمحون لبلوغ الاحتراف. وعلى الرغم من شعبيتها إلا أنها تواجه نقصا في الدعم من الجهات المختصة، ما تسبب لها بعراقيل كثيرة كالتحكيم مثلا. نحن إذا لنا طلب في لعبة التايكوندو، فالطلب هو في أن يكون هناك راصد إلكتروني. نحن اليوم وفي هذه في وقت الحداثة الإلكترونية في التحكيم للتايكوندو، وصل التحكيم إلى الراصد الإلكتروني وإلى أشياء أعلى من هذه الأشياء. شغف الكثير بهذه الرياضة ساهم في إنشاء بطولات محلية تقتصر على البطولات التي تقام بين المدارس الثانوية والأساسية، مما يحرم اللاعبين من فرص الاحتكاك ببعضهم وتطوير مهاراتهم. الهدف من البطولة هي صقل اللاعبين واكتشاف المواهب لرفد الأندية ورفد المحافظة بالمواهب للعبة التايكوندو للمشاركة في المحافل المحلية والعربية. البطولة كانت رائعة والخصوم متدربين، ويعني ما حد يسهم بخصمه، الخصم كان شرس، وإن شاء الله نستعد للبطولات الخارجية. وبهكذا حلم يطمح شباب التايكواندو لتمثيل بلدهم في المحافل الدولية، إلا أن ذلك يتطلب توفير المزيد من الدعم والمرافق اللازمة لتطوير هذه الرياضة. أشرف الصوفي، اليوم حضرموت.